مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello and welcome ladies and gentlemen. Start my day. How are we doing today؟ معانا تك ريفيو. جبنا سماعة جديدة بادجت تستحق الشراء. هل سماعة تكنو كي 25 تستحق الشراء ولا لا؟ هنعرف في الفيديو دوت. فيديو سريع كده. اولا احب اعرفكم بنفسي، انا ساتمر صاحب صاحب قناة استثمار نجيمر على اليوتيوب والفيسبوك والتويتش. أنا عندي خبرة معقولة في مجال يعني الشوتر، الألعاب زي بابجي، ايبكس ليجندز، كول اوف ديوتي. ممكن نتكلموا مع بعض. أنا بس نخش على طول كده على موضوع السماعة. بصوا يا جماعة، يا السماعة دي كده هتلاقيها في الكرتونة زي دي، أنا فتحتها عشان أجربها. هتلاقي ده شكل السماعة كده زي ما موجود في الكاميرا. ده الظهر وده الوش، تمام. سماعة RGB، معلش الليد جايبة الصورة، فانا هحاول بس تشوف السماعة عاملة ازاي. جيمنج هيدسيت، تمام، من شركة تكنو زون. طيب تفتح الكرتونة هتلاقي فيه الستاند الجميل ده كده محافظ على الكرتونة، تمام. وطبعا أهم شيء السماعة. طيب ايه اللي حلو في السماعة دي يا جدعان؟ بكل اختصار، أولا الكابل بتاعها ده كابل جلد طري، السلك بتاعه ما يلفش على بعضه، سهل إن أنت تفرد. واحد اتنين، ممكن تركبها على البلاي ستيشن والكمبيوتر او اي حاجة تانية. فيها كابل AUX اللي هو الكابلات العادية بتاعة الصوت، وكابل USB عشان تشغل ال RGB اللي في السماعة. المهم ليه السماعة دي حلوة؟ واحد، السماعة دي يا جدعان انا لعبت بيها لمدة حوالي 3 ايام. حلو كده. احسن شيء فيها ان انا بسمع خطوات الصوت بشكل دقيق جدا. واحد اتنين، مريحة الايه الحاجات اللي هنا دي مريحة جدا. اتنين، دي مفيش ناس كتير هتقول لك عليها، الاسلاك بتاعت الصوت اللي موصلة السماعة اليمين والسماعة الشمال مستخبية هنا جوه هنا، تمام. فمش سهل ان السماعة دي تفصل او يحصل لها مشكلة لو وقعت وقعة بسيطة. ثلاثة، الإير كابس بتاعتها مريحة، أنا لبستها لمدة 3 أيام جميلة. الميكروفون بتاعها كويس. طيب خلينا بس نقول إيه اللي مميز السماعة دي عن السماعة بتاعتي اللي أنا لابسها دي. دي الصوت بتاعها أعلى، لو أنت بتحب الصوت اللي هو القوي اللي فيه بيز، لو في صوت الدبدبة شوية هتحسها في دي اكتر من السماعه اللي انا لابسها. اتنين، طبعا دي من شركه تكنوزون. الشركه دي يا جدعان بتعمل حاجات بادجت حلوه جدا وخامات مقبوله جدا وبسعر كويس جدا. السماعه دي هتلاقيها من اول تقريبا 200 جنيه فيما فوق على حسب ما انا اعرف يعني. طيب خلينا نباشر ونقول، طيب هل السماعه دي فعلا تستحق الشراء في الرينج من اول 200 ل 300؟ اقول لك ليه يا جماعه. مش هتلاقي سماعه تديك كل المميزات دي في 200 جنيه. هتلاقي سماعات كتير زي كده، بس يعني سي انا هديكوا رايي. فهتلاقي الصوت بعيد شويه، المايك بتاع سماعتي فين؟ المايك بتاع سماعتي انا جدعان لما بلبسها تتلبس كده، تمام. وده هيبقى شكل الار جي بي، انا هوريكم شكل الار جي بي بتاعها عشان تاخدوا بالكم. الناس اللي بتحب الار جي بي يا جدعان، السماعه دي الار جي بي بتاعها محترم جدا. بصوا ده بيبقى الار جي بي بتاعها. حاول اهدي شويه الليدات عشان الناس تاخد بالها. ده كده الليدات بتاعت السماعه. اتنين، السماعه دي مش هتلاقي فيها صدى صوت. في ناس كتير قوي بتجيب سماعات وفرنج 200 و300 جنيه
وتلاقي السماعة وانت قاعد مثلا في سي بتكلم حد من صحابك على الفيسبوك، قاعد مع حد على الديسكورد بتكلموا بعض، وانت بتلعب تلاقي صوت اللعبة طالع في المايك والدنيا رايحة في داهية وصحابك عمالين يشتموك والدنيا ايه مش تمام. فالسماعة دي المايك بتاعها اي نعم قريب شوية للسماعة، لكن انا ما واجهتنيش مشكلة تكرار الصوت حتى لو كان الصوت عالي جدا. وحرفيا الصوت في السماعة عالي جدا ودقيق جدا، انا لعبت بيها فالورانت كنت عارف اميز الشخص اللي قدامي فين. طيب عشان يبقى الفيديو قصير وسريع كده والناس ما تفنش مننا، اهم حاجة الصوت صح كده؟ فانا هسمعكم صوت الميكروفون، بس انا بسجل دوت حاليا من على الكمبيوتر، فالصوت بتاع الميكروفون هيقف لمدة كده لحظة قبل ما اركب ايه الميكروفون بتاع السماعة. واسمعوا وشوفوا الفرق ما بين الميكروفون بتاع سماعتي القديمة وميكروفون بتاع تكنو زون K25 او K25. بس ناسي هو المايك فين، ان انا مش شايف ان الوضع عندي ضلمة يا جدعان. ادي ده المايك على ما اظن. الو، ده كده يا جدعان فرق الصوت ما بين السماعة بتاعتي القديمة والسماعة بتاعتي الجديدة، انتوا قرروا بنفسكم وقولوا الفرق. لو انت بتلعب العاب شوتر، العاب ستوري، تلعب بابجي موبايل، العاب قصص زي اساسن كريد والالعاب اللي هي الهادية، السماعة دي بأمانة يا جماعة انا استعملتها وعجبتني جدا، بس يعني انا مرتاح لسماعتي، انا يعني انا مرتاح على دي. بس اكيد هيجي لي يوم هقعد هتخنق من دي، انا سماعتي خلاص باظت فكنت بدور على سماعة تانية، يعني دي قعدت معايا الصيف تمام والجلد بتاعها اتقشر ومش عارف ايه. اما دي الاير كافس بتاعتها اطرى شويه من اللي معايا، يعني انت كمان برضو ممكن تغير الاير كافس، تشوف محل اللي بيبيع الاير كافس ديت وبتقدر تغيرها، ومحطوط اللوجو بتاع تكنو زون جوه. عشان بس يبقى الفيديو كده احنا وصلنا للمايكروفون وقلنا لكم مواصفات السماعه. لو عندك اي سؤال سيبنا في الكومنتس تحت، متنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لقناتنا كلها اللي على الفيسبوك واليوتيوب وتويتش. وأز أولويز دمتم آمنين، دمتم سالمين، أشوفكم فيديو جديد، وما تنسوش نقول كله يا جدعان والنبي، سلام.